بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على صحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بدأنا بالأمس في شرح كتاب الإشارات الزروقية نسبة سيدي أحمد زروق على الآيات القرآنية، ومعروف التفسير الإشاري اللي تخصص فيه الصوفية وراثة من سيدنا علي بن أبي طالب. فكان الصحابة يعني إيه عندهم هذه الوراثة، وكان زعيم هذه الوراثة في المسألة دي كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأنتوا عارفين أن معظم الطرق الصوفية أسندها مستقى من سيدنا علي بن أبي طالب، ولا طرق لسيدنا أبي بكر الصديق أيضا، ولسيدنا جابر بن عبد الله، وكذلك ربيعة خادم النبي، وسلمان الفارسي. لكن على أي حال، سيدي أحمد زروق دفين مصراتة في ليبيا، وهو من أولياء الكبار، رب مئات الأولياء رضي الله عنه وأرضاه، ودفن حيث كان يقيم في مصراتة في ليبيا، ومشهور بسفينة النجا لمن الله يتلجى، اللي هي إيه وظيفة الزروقية المشهورة اللي كل الناس حافظينها صباح مساء، يقولوها كده أذكار الصباح والمساء رضي الله عنه وأرضاه، وهي الوظيفة التي قرأها على النبي مناما وأقره عليها، ثم استيقظ وحفظها لأولاده وأتباعه ومريديه. وهو في إسناد طريقتنا سيدي أحمد زروق، والحمد لله فهو من مشايخنا في الطريق. هذا الكتاب جمع وترتيب نزار حمادي من تونس رضي الله عنه ورحمه الله ونفعنا به. عايش هو رحمه الله، يعني مات، ربنا يرحمنا جميعا. رحمه الله مش معناه مات يعني، يا ربنا يرحمنا. وانت ما تقول يا رب ارحمني، يعني يا رب موتني، احنا محتاجين الرحمة في كل حياتنا. بس الناس اعتادت لما تقول رحمه الله يبقى يعني مات، ده في العرف العام يعني، لكن الحقيقة احنا كلنا فقراء للرحمة. والتفسير الإشاري تكلمنا في المقدمة ان هو يعني يصرف المعنى عن ظاهره لمعنى قريب يفيد تحقيق مقصود الشارع في تربية النفوس. زي مثلا يقول لك ان الدنيا دي هي عصا موسى ونهر طالوت، الدنيا عصا موسى ونهر طالوت، لان الدنيا لو دخلت قلبك كالحية تلدغ دينك، فاذا علمت حقيقتها خذها ولا تخف. فهمت؟ الدنيا كده لو عارف حقيقتها انها حية هتقوم تاخدها بحذر، واذا اخذتها ما تحطهاش في عبك تقوم تنفقها. حد ياخد عبة كده يحطها في حضنه وينام؟ يبقى حتى لو جات لك ما تحطهاش في حضنك، يعني لا تستحوذها، ولكن خذها لتنفقها. عشان كده سيدنا موسى لما ربنا قال له وما تلك بيمينك يا موسى، يعني العصا دي كانت بالنسبه لسيدنا موسى هي راس ماله، وهي وسيله ترحال، وهي دنيا لا يملك من الدنيا الا ها. فقال هي عصاي اتوكا عليها واشو بها على غنمي وليها في مارب اخرى. فربنا اراد ان يبين له حقيقه الدنيا، فقالوا ألقيها يا موسى فإذا هي حية تسعى، فعرف حقيقتها. فلما عرف حقيقتها قال خذها ولا تخف. فده تفسير إشاري. فهمت ازاي؟ خد إشارة الآية إلى معنى آخر غير المعنى المعهود اللي الناس كلها بتسمع، إن عصا موسى دي معجزة عشان فرعون وخلاص. لا، دي ليها معاني تانية إشارية. نهر طالوت ما تشربش منه إلا غرفة واحدة، لكن هتحاول تشبع منه مش هتشبع، الدنيا كده. عشان كده يقول لك الدنيا نهر طالوت، خد منها بقدر الحاجة، لأنك لو أخذت فوق حاجتك لن تشبع. فهمت بقى إزاي؟ إلا من اغترف غرفة، خدوا المعنى الإشاري ده من نهر طالوت. واخد بالك؟ إن الله مبتليكم بنهر، يعني بدنيا. فمن شرب منه، يعني ارتوى منه وامتلأ منه، لا يتبعني من امتلأ قلبه بحب الدنيا. واخد بالك؟ ومن لم يطعمه فإنه مني،
اللي هو لم يطعم حب الدنيا. إلا من اغترف غرفة بيدي، إلا ما يأخذ منها بقدر حاجته فقط وما زاد ينفقه. فاهم؟ هذا برضو معنى إشاري. عشان كده يقول لك الدنيا عصى موسى وحيت إيه؟ وحيت ونهر طالوت. برضو فهمه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. طب اشمعنى البعوضة يعني؟ البعوضة طبعا فيها سر، صنع عجيب، خلق عجيبة، كائن ضعيف جدا، إلا إن سبحان الله فيه روح وفيه أقدام بتحركه وعنده وسائل للغذاء، وسائل للتكاثر، وسائل للمعيشة، وحاجة كده يعني. لو اجتمع الإنس والجن عشان يخلقوا بعوضة ما يعرفوش. بعوضة دي حاجة سبحان الله، ومنها كتير، يا ربنا كتر منها. يعني مفيش اكتر من ايه؟ من البعوض والذباب والنمل. ياه، وكلهم ايات في الصنع، ايات دقيقه في صنع الله عز وجل. فالعلماء فهموا من علم الظاهر ان الله لا يستطيع ان يضرب مثلا بعوضه، يعني انك انت تنظر عظم قدره الله في ادق مخلوقاته. فهمت ازاي؟ ده واضح. لكن اهل التربيه فهموا معنى تاني، قال لك البعوضه طول ما هي جعانه في النجاه، اول ما تمتلئ بالطعام والدم تتقل تموت على طول. يبقى فهموا من البعوضه ان هي ايه؟ اذا شبعت ماتت، واذا جاعت حيت. يبقى الدنيا كده، عيش فيها ولا تشبع منها. فهمت ازاي؟ يفهموا المثل بطريقه اخرى غير ادي معنى التفسير الاشاري. فهمت ازاي؟ فقال التصوف ايه يعني ايه؟ بيشيروا بهذه المعاني. فاحنا ايه الكتاب ده هناخد ايه الاشارات اللي من القرآن اللي ربنا فتحها على سيدنا احمد زروق، جمعوها من الكتب ايه، وبدأ بسورة الفاتحة. قال الشيخ الامام ابو العباس احمد زروق رضي الله عنه: الفاتحة اعظم السور لاشتمالها على مقاصد القرآن بطريق الاجمال، وسميت السبع المثاني لانه يثنى بها على الله. يثنى يعني يمدح، بداية الحمد، يثنى بها على الله. وعشان كده من ضمن أسمائها سورة الحمد. وقيل لأنها تثنى في كل ركعة، تثنى يعني تكرر في كل ركعة، عشان كده سموها السبع المثاني، إما من الثناء على الله أو من أنها تثنى يعني تكرر في كل ركعة. وقيل لأنها استثنيت لهذه الأمة، إما مثاني من الاستثناء، ربنا ادخرها لهذه الأمة فلم تنزل على غيرها. وقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال رضي الله عنه: مقتضى الشرع في جميع الوجوه أن يكون العبد لربه بربه في جميع حالاته، فبكونه لربه يقوم بحق التكليف. لما تبقى لربك تبقى مكلف كويس، واما تبقى بربك تبقى مؤيد منصور. فهمت بقى ازاي؟ فلابد ان تكون لربك ليحدث لك شرف التكليف، ثم تعبد الله بعون الله حتى يؤيدك على طاعته. فهي لا حول ولا قوة الا بالله، فالله لا يطاع الا بقوته والا بتوفيقه. عشان كده اياك نعبد تكليف، واياك نستعين تشريف. فهمت؟ إياك نعبد شريعة يعني تكليف، وإياك نستعين حقيقة، لأن الحقيقة المدد من الله والقوة من الله. فهنا بيقول إيه؟ فبكونه لربه يقوم بحق التكليف، وبكونه بربه يقوم بحق التعريف، فيكون ممتثلا لأمره في جميع حالاته، مستسلما لقهره في عموم أوقاته، يدعوه لكونه لا يرى الأمر إلا منه وبه وله، ويقوم بواجبات وقته لكونه لا يرى لغيره حقا عليه، عملا بقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد فرق. يعني إيه الفرق عند الصوفية والجمع؟ الفرق أن ترى الخالق والمخلوق، والجمع أن لا ترى إلا الله. فهم؟ إذا فتشت في الكون تجده هالك، لا وجود له في الحقيقة، وجوده باستمداده من ربه. فهم؟ كل شيء هالك إلا وجهه.
فالفرق أن ترى المخلوق والخالق، ده الفرق، هناك فارق بين المخلوق والخالق. فالفرق يتم به التكليف، أما الجمع يتم به إيه؟ الاستمداد والعون. فأينما تولوا فثم وجه الله. جمع الجمع بقى أن ترى التكليف بالله، ترى المخلوق بالله مش بنفسه، فهمت بقى؟ ده جمع الجمع. إياك نعبد فرق وإياك نستعين جمع، إذ الفرق شهود خلق بلا حق، والجمع شهود حق بلا خلق، والجمع وجمع الجمع شهود خلق وحق. فالجمع في عين الفرق هو جمع الجمع في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فافهم. سورة البقرة قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. قال رضي الله عنه: الإيمان لغة التصديق والإذعان، وشرعا التصديق بالله ورسوله وبما جاء عنهما من أمر ونهي وغيرهما من كل السمعيات بقى. وقوله تعالى: ويقيمون الصلاة. قال رضي الله عنه: إقامة الصلاة القيام بها على أتم وجوهها، وذلك بثلاث: أولها إقامة الفرائض والشروط الظاهرة، الثاني تحصيل الفضائل والمندوبات الشرعية، الثالث إقامة الحدود الباطنة والحقوق القلبية. قال رضي الله عنه: إقامة الصلاة القيام بحقوقها الباطنة وحدودها الظاهرة من غير تفريط مخل ولا إفراط ممل. يبقى إقامة الصلاة ما قالكش أدي الصلاة، خد بالك، لم يقل إيه أدوا الصلاة، قال أقيموا الصلاة. وقيام الصلاة يعني إيه؟ الإتيان بها على الوجه الأكمل، يعني يبدأ كده من أول الاستنجاء والبعد عن النجاسات والطهارة بالوضوء والغسل وستر العورة بالثياب الطاهرة النظيفة الحلال، ثم اختيار المكان الطاهر للصلاة، ثم استجابة للنداء والسعي للمساجد وتسوية الصفوف وسد الفرج ومتابعة الإمام والتأمين خلف الإمام، وقولك ربنا لك الحمد عندما يقول سمع الله لمن حمده، ثم تصلي السنن القبلية وتصلي السنن البعدية وتختم الصلاة. كل دي اسمها إقامة الصلاة، كل القصة دي كلها على بعضها كده اسمها إقامة الصلاة. ثم تراعي الخشوع، الحاجات الباطنة حقوقها بقى، شروطها الباطنة، الخشوع والإقبال على الله وعدم التشويش وعدم الحركة أثناء الصلاة المخلة، لأن الحركة الكثيرة تدل على عدم الخشوع الباطني، والنظر موضع السجود يعينك على الخشوع، وهكذا. يبقى دي لابد أن تراعي حقوق الباطنة والشروط الظاهرة. قال رضي الله عنه: إقامة الصلاة تكون بثلاثة أمور، أحدها المحافظة عليها بالوقت وأوله والجماعة، يبقى تصلي الصلاة لوقتها، دي من ضمن إقامة الصلاة فلا تؤجلها. الثاني حفظ شروطها من غير وسوسة ولا إخلال، يعني لو وسوسة مخلة تخليك إيه مش عارف تصلي، في ناس تقعد تتوسوس في الطهارة، يقعد يتوضى نص ساعة، الله ليه ده؟ يدخل الحمام يبقى مش عارف يطلع منه، يقعد يستنجى لما يخلص نهر النيل ولسه ما استنجاش. في ناس بقى وسوسه كده تمنعه حتى من ايه، ويجي يقول الله اكبر، هو بره الصلاه ما شاء الله يقول الله اكبر عادي، يجي بقى في الصلاه الله 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 اكبر، يا عم انت ايه هتموت؟ ما تقول الله اكبر بهدوء كده وخلاص، لا متوسوس خايف لحسن الهمزه ما تطلعش محققه، لحسن الفتحة ما تبقاش واضحة، لحسن اللام تبقى رقيقة، في ميت لحسن تخليه متوسوس تمنعه من الصلاة، فبلاش الكلام، فده مش إقامة الصلاة. الوسوسة الزائدة دي ده تضيع للصلاة، لأن هتضيع عليك الجماعة. شوف قد إيه، أنت ممكن تدخل تتوضى لعشان تلحق الناس تصلي الظهر، تطلع إن شاء الله تلاقي العصر بيد ولسه ما شاء الله قاعد إيه فاتح الدش والبانيو والخراطيم وحاسس ان لسه ما اتطهرتش، انت ايه خنزير؟ الخنزير ده الذي لا يطهر ابدا، انت انسان قليل من الماء تجري على اعضائك كده خلاص طهرت والحمد لله حاجه سهله، لكن في ناس لا مصعبه على نفسها، فهمت بقى؟ عشان كده بيقول لك بغير وسوسه زائده يعني.
وإلا الوسوسة ده مرض لما يركب الإنسان حتى في علاقاته الاجتماعية، يخليه يفشل مع مراته ويفشل مع أولاده ويفشل في عمله، بقت صعبة. حتى مرض نفسي يسموه الوسواس القهري، واخد بالك إزاي؟ نوع من النيوروزس، من الأمراض النفسية يعني. يعني اللي بيبتدي الأول مش مرض نفسي، أنت تستسلم له بقيت مريض، تقع في المرض ده، فإياك تستسلم ليه. وعلاجه العلم، انك تتعلم الفقه، تقوم تعرف ايه الغلط من الصح تقوم تتجنبه على طول. انما اللي مش عارف الغلط من الصح، خايف، فاكر ان كل حاجه غلط، يقوم ايه فيبقى علاج الوسواس الفقه والعلم. يبقى من غير وسوسه ولا اخلال ولا واحد تاني بقى ايه يعني عنده بقى ايه تراخي قوي، بحيث يتوضا لا يحسن الوضوء، يستنجى ما يحسنش الاستنجاء، يتبول يقوم يطرطش نفسه بالبول كله، واخد بالك، يضرب البول في الحيطه تروح رده كل البول في هدومه، يبقى ده برضه مخل ده بقى، واخد بالك، يقول لك يا عم قول يا باسط الحكايه سهله، سهله ايه يا عم، ما انت نجست نفسك، واخد بالك. فيبقى لا اخلال ولا ايه ولا يعني زائد عن اللزوم، لكن الاعتدال، والاعتدال هو سنه حبيبك صلى الله عليه وسلم. ولا ترخص، وما ياخدش برضه بالرخص، يقول لك ما هو النائم رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، يقوم قبل الصلاه مثلا بنص ساعه يروح نام، يقوم يدن الاذان ما سمعش، ما هو انا نائم هموت نفسي ولا ايه، هقطع نفسي ولا ايه، يقوم ايه يترخص، ياخد بالرخص لحد ما يوصل لمرحله ايه ان هو يخل بالفرائض. لا، لازم تكون من اهل العزائم، واخد بالك، يبقى عندك همه وعندك اجتهاد بغير اجهاد، اجتهاد بس بغير اجهاد. ولا تشديد، ولا يشددش، تشديد زائد بحيث يحسسك انك انت الصلاه دي مستحيل تعملها على الوجه الاكمل، يقوم واحد ايه يقول لك انا اصلي ايه بس بسرح في الصلاه يروح مبطل صلاه، لان اصل الشيخ قال ليس لصلاتك الا ما عقلت منها، وانا بسرح، فيبقى ما ايش صلاه يروح مبطل صلاه، يفهم الكلام بالعكس، فهمت؟ لا يا سيدي، انت حاول بقدر طاقتك، واللي يغلبك ربنا يعفو عنه، يعفو عن كثير، فهمت؟ لا تشدد تشديد شديد بحيث انك انت تشعر ان العباده دي يعني سد منيع ما تعرفش تتسلقه، ولا تترخص بحيث انك انت تعملها باستهتار وبعدم مراعاه لاحكامها. ولا يحافظ على الوضوء ايه؟ الا مؤمن. ولنهي عليه الصلاه والسلام عن الاعتداء في الطهور. الرسول نهى عن الاعتداء في الطهور، يعني تسرف في الماء زيادة عن اللزوم، أو تغسل الأعضاء أكتر من 3 مرات، كل ده اعتداء لأنه ده إسراف، فهمت؟ الثالث المحافظة عليها بحدودها الظاهرة ومندوباتها التابعة. المندوبات التابعة للصلاة إيه؟ الصلاة داخلها سنن وخارجها سنن. التسبيح أثناء الركوع دي سنة تحافظ عليها، قراءة سورة بعد الفاتحة دي سنة بس تحافظ عليها، مش عشان سنة بقى تقول لك مش مهم اعملها، لا، ده انت تحافظ على السنن زي ما بتحافظ على الفرائض. يبقى المحافظة عليها بحدودها الظاهرة ومندوباتها التابعة وأسرارها الباطنة، وهذا شيء يخاطب به كل أحد على قدره، ولا يحمل القط حمل الجمل. أنت قطة ما تحملش نفسك حمل الجمل، ما تقارنش صلاتك بصلاة النبي من جميع الوجوه، مش هتعرف، ولا تقارن صلاتك بصلاة الصديقين، انت مش هتعرف امكانياتك كده، انت راجل سوزوكي تقوم ايه عد العربية السوزوكي الضعيفة تقوم تقارن نفسك تاخد حمولة تريلا، طب ما هتبرك، فاهم؟ فحمل نفسك ما تطيق، كل واحد ربنا هيحاسبه على قدر ايه ايمانه، على قدر ادراكه، على قدر مجاهدته لنفسه، وعلى قدر امكانياته لاداله، فهمت ازاي؟ فربنا سبحانه وتعالى رحمته بينا واسعة، عشان كده ولا يحمل القط حمل الجمل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها، فافهم قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال رضي الله عنه الكفر أصله لغة التغطية، حتى أنت تقول بالإنجليزي كفر، كفر يعني غطاء، وتقول على الغطاء اللي بتتغطى بيه كوفرتا لأنها بتغطيك، فكفر وكفر بمعنى واحد اللي هو غطى، وخفية أصلها التغطية، ومنه سمي الحراث
الحراس اللي هم ايه الزراع يعني، سمي ايه كافر لانه يغطي البذر بالتراب، زي ما ربنا قال اعجب الكفار، الكفار ايه نباته، الكفار هنا اعجب الكفار نباته، الكفار الزراع يعني. وفي الشرع تغطية الحق بالباطل، لكن الكفر في المعنى الشرعي مقصود تغطية الفطرة بإيه؟ بالإنكار. لأن الفطرة تعرف ربها، الفطرة تريد أن تعبد ربها، فطرة الإنسان كده من جواه عايز يقول يا رب يا رب، من جواه يحب يبقى عبد منقاد لمولاه اللي خلقه، دي فطرته كده. يجي الهوى يغطي الحكاية دي يقوم ينكر يقول لا ما فيش ربنا، لا أعمل اللي أنا عايزه، لا أنا حر. الله، يبقى كده غطى بقى الفطرة، فهمت ازاي؟ يبقى اسمه كفر. قوله تعالى فاذكروني أذكركم، قال رضي الله عنه جزاء ذكرك إياه وجود ذكره لك، ومن ذكره مولاه وفقه وهداه ورحمه وآواه وتولاه وأكرم مثواه. يعني شوف انت بقى بركة ذكرك لله ان ربنا يذكرك، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. قوله تعالى الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، قال رضي الله عنه القيوم القائم بنفسه والقائم على كل نفس بما كسبت ولكل نفس بما تحتاج وما طلبت، وذلك من كمال القدرة والسنة، لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة والنوم عوارض تقدح في ذلك، لأن ربنا قيوم، يبقى من قيوميته أنه لا ينام ولا تأخذه سنة ولا يفطر ولا يضعف ولا يغفل عن شيء سبحانه وتعالى، لأن كل الحاجات دي عوارض تقدح في القيومية، فوجب نفيها عنه سبحانه وتعالى. سورة آل عمران قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قال رضي الله عنه المحبة منه تعالى إرادة الإكرام الدائم، يعني لما ربنا بيقول إيه بحبكم معناه أريد أن أكرمكم، يبقى الحب من الله معناه إرادة الإثابة والتنعيم، والبغض من الله إرادة العقوبة والتعذيب. عشان كده يقول لا يحب إيه الظالمين، يعني يعذب الظالمين، لا يحب الكافرين يبقى يعذب الكافرين، يحب التوابين يعني يثيب التوابين، يبقى المحبة من الله إرادة الإثابة والتوفيق والإكرام، يقابلها البغض وهو إرادة الانتقام الدائم. وقال رضي الله عنه جعل صحة المحبة موقوفة على مطلق الاتباع، وجزاؤها بالمحبة كذلك، وذلك مقيد بأصل الإيمان كما أشار إليه آخر الآية إذ قال تعالى فإن تولوا فإن الله، إن توليتم عن الطاعة فإن الله لا يحب الكافرين. فتدبر ذلك وتثبت فيه وبالله التوفيق. قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال رضي الله عنه الفوز الظفر بالمقصود مع السلامة من المولى سبحانه وتعالى. سورة المائدة قوله تعالى إنما هو جايب لك شذرات من أقواله، لأنه ما كانش إيه بيمسك القرآن كله بيفسر، هم جمعوا بس إيه لفتات سيدي أحمد زروق على بعض الآيات وجمعوها في الكتاب، لكن هو لم يقصد جاء إيه وضع كتاب تفسير لآية آية وكلمة كلمة، فهمت بقى؟ قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، قال رضي الله عنه فكل عمل لا تقوى معه تعب لا فائدة فيه إلا ما يرجى من أنس النفس به ليسهل عليها عند تلبس التقوى. يبقى لابد أن يكون العمل مصحوب بتقوى الله، يعني بحب الله، خشية الله، الإخلاص لله، إرادة طاعة الله، تحري فعل ما يريده الله، هي دي التقوى، تجنب ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. ونقف على سورة الأنعام غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.